واحد يبيع في الحجبات، حجبات دي النبي قال شرك. ما في صحابي لابس حجاب، ما في نبي لابس حجاب، ما في صالح لابس حجاب. يا الحجبات يقول انا ولي صالح، النبي كان حجابه عامل كيف؟ اتحداك يا احمد داوود اي صوفي حجاب الرسول كان عامل كيف؟ لابسه في ضراعه ولا في نصه ولا في رقبته؟ لابسه وين؟ لونه كيف؟ بيجلد شنو؟ بيجلد شنو؟ كم مخيطينه؟ كاتبين فيه شنو؟ بلاش كذب واستهبال، زول يبيع الحجبات ويجي عامل فاولي دجال ياكل قروش النسوان بالحرام. تجي تدفع قروشه وهاك اديك البياض ودي اديك بخره ودي اديك كده ودي راجل عشان ما يعرس فيك. ده ما ضر ذاته هسه؟ ده مش ضر؟ خليه يعرس فيه. انت مالك مالك؟ خليه يعرس طوالي، ما حلال الله حلال له اربعه، خليه يعرس اربعه. ما يعرس فيك راجل وشاف ايدك ويطلق لك دي، فلان يطلقوها وفلان يعرسوها وديك تبور تبور ما تعرس، كله كله تقعد كده ساي. فهمت؟ كله ضر وفساد. ده ما اولياء ولا صالحين ولا عندهم علاقه مع الولاية ولا عندهم علاقه مع الصلاه. شفت كيف؟ ونحن في ختام كلامنا يا اخواننا، انا اقول لا زال على التحدي مع احمد داوود ولا اسمه ده، لا زال على التحدي معه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، او يموت هو او نموت نحن. لكن ما دام قاعدين في البلد دي اكتب التلفون، نحن بنكتب لكم في الشجره دي فوق التلفون بتاعنا. متى ما جاء احمد داوود التلفون فوق، اعمل مسكول بس ولا تلفون، مسكول فقط. نحن بنجي نوري لك احمد داوود ده النجوم بالنهار ان شاء الله تعالى. يتأدب تمام باذن الله. بتقول والله ما جاوبت عليه. طيب قال سؤال اخير، الصلاه جات نجاوب عليه بسرعه. قال بتقول والله في السماء ما جاوبت عليه، ما بنقول نحن، ده اللي قال كده سوره الملك الصفحه الثانيه. ربنا قال امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمر. تحداك يا صوفي تعال وريني في السماء ده منو. تحداك الان. ربنا قال امنتم من في السماء. ربنا قال الرحمن على العرش استوى. الاستوى ده منو؟ الله ولا ما الله؟ الرحمن على العرش استوى. امنتم من في السماء. ربنا سبحانه وتعالى قال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع وين؟ فوق ولا ما فوق؟ يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. رافع وين؟ رافع فوق للسماء. والله في السماء فوق. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها أين الله؟ رفعت يدها قالت في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. هل أنت أعلم من النبي؟ الزول اللي بيقول الله ما في السماء. الجارية لما قالت في السماء والنبي قال اعتقها فإنها مؤمنة، أنت أعلم من النبي؟ الدراويش اللي جاي وشيخنا أحمد داوود أعلم من النبي؟ أفقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم بإسناد كالقمر ليلة البدر، حديث صحيح. النبي قالت كده في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشي فأبت عليه إلا كان الذي في السماء غاضبا عليها حتى يرضى عنها زوجها. هل في السماء ده منو؟ هل بيغضب من المرأة ده منو؟ مش الله؟ الله في السماء قال كويس. ربنا قال قل نزله القرآن، نزله روح القدس من ربك. نزله من وين؟ من عند الله في السماء تبارك وتعالى. لو عندك عقيدة غير دي أمي شوف لك كتاب غير القرآن، وشوف لك سنة غير سنة النبي، بس شوف لك كتاب غير القرآن. ولو شئت الآن ممكن أديك 70 دليل، والله الآن مستعد أديك 70 دليل لولا إنه الزمن انتهى. ونلتقي إن شاء الله إن مد الله في الأجال. السلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.